تعال نشوف أمنة نصير، أنتوا فرحانين بواحدة زي ماجدة وغيرها وغيرها. أمنة نصير بتقول لكم ده اللي أنا قلت لكم، فاكرين لما بقول لكم إن الأزهر أنشأ قسم خاص داخل الأزهر اسم مرصد، مرصد للرد على الملحدين. أهو أربعة، مين دي؟ أمنة نصير أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، مش جامعة القاهرة ولا جامعة عين شمس، بجامعة الأزهر. يعني المعلومة دي عندها بالتأكيد، بالتأكيد هي ما بتألفش وما بتجيبش كلام من عندها، هي بتجيب الكلمة دي من داخل الأزهر. 4 ملايين مرتد عن الإسلام في مصر. فانتوا لو بتاخدوا واحدة، بتاخدوا 2، بتاخدوا 10، الناس، وانا عرضت لكم قبل كده في نيجيريا ووريتكم في نيجيريا، الراجل اللي فكر وشاف البلاوي اللي انتوا بتعملوها دي خليته يفكر وترك الإسلام وألحد. اهو أمنة نصير بتقول لكم انتوا بتفرحوا بواحدة، افرحوا زي ما انتوا عايزين. أمنة نصير عن الملحدين، 4 ملايين مرتد عن الإسلام في مصر، 4 ملايين مرتد عن الإسلام. على فكرة بالمناسبة بحكاية 4 ملايين دي، عندكم إحصائية لكل واحد بقى اللي بان اللي بقكو، إحنا 1,600,000، مليار وستمائة مليون، مليار وخمسمائة مليون، ده إحنا قرب 2 مليار. عندكم إحصائية بتقول إن أنتوا العدد ده؟ 4 ملايين اللي في مصر اللي ألحدوا دول برضو في البيانات الإحصائية عن الإسلام اللي بتتشدقوا بيها إن إحنا في مصر 90 مليون مسلم، يا ترى هتقولوا إن إحنا مثلا طبعا ده مش حقيقة، إحنا 25 مسيحيين، 25 وأكتر. يعني هاخد الكذب بتاعكم، أنتوا بتقولوا 90 وإحنا مثلا 10 مثلا، هتقولوا بعد شوية إن إحنا 86 مليون ولا برضه هيفضلوا 90 وهيبقوا 95 كمان؟ هي بتقول 4 مليون ترك الإسلام،